يعطيكم العافية عمي. اليوم رح نبلش بالوحدة الثانية، الوحدة الثانية اللي هي تحت مسمى الفقاريات. بالنسبة للفقاريات هي عبارة عن تحت قبيلة، القبيلة هاي اللي هي الحبليات، يعني القبيلة الأساسية هي الحبليات، قسمت إلى تحت قبيلة أهمها الفقاريات. هلأ بالنسبة للشكل بشكل عام، الخصائص العامة للحبليات، الحبليات تشترك في مراحلها الجنينية ظهور عدة خصائص. أنا هون عندي شكل لا يرقة حبليات وعندي جنين حبليات. هلأ الخصائص العامة المشتركة فيهم كلهم، أول إشي ما يسمى بالحبل العصبي الظهري. الحبل العصبي الظهري هيو باليرقة وهيو بالجنين. الحبل العصبي الظهري هو عبارة عن حبل أجوف. الحبل هاد موقعه الجهة الظهرية، شكله أجوف، موقعه الجهة الظهرية. شو وظيفته؟ أثناء نمو الكائن الحي بكون الجهاز العصبي المركزي. الجزء الثاني اللي هو الحبل الظهري، الحبل الظهري هذا سبب تسمية الحبليات بهذا الاسم. موقعه تحت الحبل العصبي، موقعه تحت الحبل العصبي، بضل موجود بمعظم الحبليات طول فترة حياتها، بضل موجود طول فترة حياة الحبليات. هلا بالنسبة لهاد الحبل العصبي أو سوري الحبل الظهري، في الفقاريات يختزل في الفقاريات بكون أقراص. الأقراص هاي لاحقا بتعطي العمود الفقري، الفقرات اللي بتعطي العمود الفقري. هلا الجزء الثالث اللي هو الجيوب البلعومية، الجيوب البلعومية هاي بتمر بعدة تحولات أثناء حياة الكائن الحي. في الحبليات اللي بتعيش بالماء بتعطي ما يسمى شقوق بلعومية. هاي الشقوق تسمح بخروج الماء اللي بيدخل من الفم أثناء عملية التنفس. فقاريات الماء الخياشيم بتنشأ من هاي الجيوب وتسمى شقوق خيشومية أو فتحات خيشومية، ماشي، اللي هي لها دور في تكوين الخياشيم والتنفس. أما فقاريات اليابسة بتحول عشان تعطي تراكيب أخرى مثل الحنجرة. هلأ بالنسبة خصائص العامة للحبليات، هدول الثلاث أجزاء اللي هم حبل عصبي ظهري، حبل ظهري، وجيوب بلعومية. هلأ بالنسبة لقبيلة الحبليات، تحتوي على ثلاث تحت قبائل، تحت قبيلة الذيل الحبليات والرأس حبليات والفقاريات. تحت قبيلة الذيل الحبليات أهم كائن حي مثالا عليها اللي هو الأسيديا. الرأس حبليات كائن حي اسمه السهيم. أما إحنا رح ندرس الفقاريات، الفقاريات قسمت إلى فوق صفوف، فوق صف اللافكيات وفوق صف الفكيات، يعني اعتمادا على وجود الفك. اليوم رح نحكي عن اللافكيات، ولكن في البداية رح نحكي عن الخصائص العامة للفقاريات بشكل عام. أول إشي وجود هيكل داخلي، هيكلها إما أن يكون عظمي أو غضروفي، مثل مثلا سمكة القرش هيكلها غضروفي. هلأ هذا الهيكل بيشتمل على عمود فقري، بيحتوي على عمود فقري، بيحتوي على فقرات. شوفوا وظيفة الفقرات هاي، تدعم جسم الحيوان، تعطيه المرونة، تحمي الحبل العصبي اللي بمر فيه. إذا إلها ثلاث وظائف هاي الفقرات: دعامة، مرونة، حماية الحبل العصبي. الوظيفة أو الخاصية الثانية الموجودة بالفقاريات تضخم الجزء الأمامي من الحبل العصبي لتكوين الدماغ. كل الفقاريات الجزء الأمامي من الحبل العصبي فيها بيعطي الدماغ. الدماغ طبعا هذا بيكون موجود داخل الجمجمة. الخاصية الثالثة جميعها جهاز دوران فيها مغلق. وبدنا نستذكر شو الفرق بين الجهاز المفتوح والمغلق. حكينا انه المفتوح بيحتوي على او السائل بينتشر بالجسم، تنتقل فيه مواد، مش داخل اوعية دموية خاصة. اما المغلق زي الفقاريات بيحتوي على قلب واوعية دموية، يعني مش سائل بيمشي بالجسم هيك بترشح ترشيح، لا، بيمشي داخل اوعية خاصة. والقلب فيها مكون من حجرتين لاربع حجرات، اجسامها جميعها مغطاة بالجلد. جميع الفقاريات أجسامها مغطاة بالجلد، والجلد هاد فيه عدة تراكيب، قد يكون شعر، ريش، قشور، أظافر. هلأ هاي بالنسبة لتركيب الجلد. تمتلك جهاز إخراجي عشان يساعدها تخلص من الفضلات النيتروجينية المختلفة، وراح نحكي عن كل جهاز إخراجي بكل مجموعة بشكل منفصل. بالنسبة للفقاريات،
في عندكم سؤال صفحة 116 بالكتاب دية واجب. أما تصنيف الفقاريات فجاء اعتمادا على استجابة جسمها لدرجة الحرارة. بعض أنواع الفقاريات عندها قدرة على إنتاج طاقة كافية، الطاقة هاي بخليها تتحمل درجات الحرارة، ظلها داخل جسمها ثابتة. يعني مثلا الإنسان لو الدنيا شتاء صيف ليل نهار، درجة حرارته الداخلية 37، كيف بيحافظ عليها؟ عن طريق إنتاج عمليات إنتاج طاقة باستخدام عمليات الأيض. هلأ مين الفقاريات اللي زي هيك، اللي فقاريات ثابتة الحرارة؟ هي فقط الطيور والثدييات. أما فقاريات متغيرة الحرارة زي البرمائيات والأسماك والزواحف، هاي ما عندها قدرة على إنتاج طاقة عشان تحافظ على حرارة ثابتة في أجسامها، فبتتغير حرارتها حسب حرارة البيئة المحيطة إلها، ولكن ضمن مدى حراري طبيعي. يعني هسا مثلا الزواحف بالصحراء تحافظ على حرارتها، الدنيا شمس حرارتها كثير مرتفعة، كيف بدها تحافظ على الحرارة بأجسامها؟ مثلا تتخبى من الشمس، أو إذا مثلا بتتعرض حرارة جسمها لشمس عشان ترفع من حرارته أو تتخبى. هاي هي الفقاريات متغيرة الحرارة، مثل زي ما حكينا اللافكيات والأسماك والبرمائيات والزواحف. اليوم عن مجموعة واحدة من فوق صفوف الفقاريات اللي رح نحكي عن فوق صف اللافكيات. اللافكيات أنا عندي هون صورة له، الحيوان الأشهر فيهم اللي اسمه الجلكي. الجلكي شكله تقريبا زي الأفعى، خليني أحكي، الناس أصلا يعني كثير ناس بتفكروا أفعى، بعيش بالمي طبعا، هو مش من الأفاعي أبدا، هو في فوق قبيلة منفصلة تسمى اللافكيات. جسمه أو فمه لا يمتلك فك. هلا زي ما احنا شايفين في فتحات على جوانبه، هاي تسمى فتحات خيشومية، لها دور بالتنفس رح نحكي عنه كمان شوي. هلا أول إشي احنا عن اللافكيات، خلينا نشوف هيكلها غضروفي، هيكلها غضروفي. طلع على موقع الزعانف، زعانف بالذيل وزعانف في الظهر، اذا عندها زعانف ذيلية وظهرية. بس نطلع زعنفة زعنفة ورا بعض، زعانف متتابعة فردية. تمتلك انف واحد، تمتلك انف واحد، تتنفس بواسطة خياشيم، خياشيمها جدا تركيبها بسيط. الدم اللي سوري الماء بيدخل عبر الفم وبيطلع عبر الفتحات الخيشومية. أثناء مروره بصير تبادل الغازات. معظم الحيوانات تتغذى عن طريق تثبيت فم. هون صورة فمها، بيحتوي على أسنان تسمى أسنان قرنية زي المخالب، بتثبت فمها على جسم السمك اللي هي بدها إياه، والفم عنده قدرة على مص السوائل من جسم السمك اللي هو موجود عليها. هلأ هذا الكلام ممكن يؤدي إلى موت السمكة. آخر إشي إنه ممكن هاي اللافكية تكون قاتلة لهاي الأسماك. آخر خاصية فيها إنه الإخصاب فيها خارجي، يعني الأنثى تضع بيوضها ثم يأتي الذكر لإخصاب هذه البيوض وتكوين الزيجوت. يعطيكم ألف عافية.